حديت لي كان هو داكشي كيخصنا حنا كنلعابه، ما رضيناش بالشوط الاول اللي ادينا ودخلنا في الشوط الثاني وكنا غنفوزوا بالمقابله. ما عندنا ما نخسروا الا خاصنا نقطه ولا الفوز. اللعابه مشكورين على هذا المجهود اللي داروا، والترجي فريق كبير في الملعب ديالو، ملي كتضغط عليه راه كشتو في الدقائق الاولى عرفنا كيفاش نضغطوا عليهم، عرفنا نسجلوا هدف التعادل والهدف الثاني اللي ما تحافظناش عليه وتجرينا هدف التعادل. كنقول مبروك للجماهير اللي جات عندنا تنشكرها، ومبروك للعابة الحمد لله على التأهل. صراحة بعد الشوط اللي كان شوية كنا بحال خايفين، الحمد لله كانت واحد الكلمات بيناتنا اللي صراحة حبزاتنا كثير وخلاتنا ندخلوا نغيروا كل شيء في الشوط الثاني. الحمد لله على التأهل. كنبغي نشكر الزملاء ديالي على القتالية ديالهم على 90 دقيقة. التأهل مستحق لفريق الرجاء البيضاوي اللي غاب عن المسابقة مدة. الحمد لله أننا جينا تونس وما ضيعناش التأهل. شكرا لجميع اللاعبين على مجهودات. خلص المقابلة ما دخلناش في الشوط الأول مزيانين، ولكن رجعنا الأوراق ديالنا في غرفة الملابس واستطعنا أننا ندخلوا نعدلوا النتيجة. الحمد لله أننا ما خيبناش الجماهير ديالنا اللي حضرت اليوم بكثافة. كنبغي نشكرهم وكنبغي نوعدهم بأنهم يتيقوا في هاد اللاعبين يشجعوهم وغادي نقولوا كلمة.